السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. مشاهدينا الكرام، أمطار عاصفية ودخول منخفض قوي إلى المملكة، والآن سنمر إلى التفاصيل. يتوقع إن شاء الله ابتداء من يوم غد أجواء مستقرة إلى قليلة السحب. لا تنسوا بارك الله فيكم دائما بلايك والاشتراك في قناة يوم. كذلك الأربعاء ستبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال بعض الأمطار الرعدية فوق المرتفعات. الأطلس تبقى ضعيفة ومتفرقة خلال يوم الجمعة إن شاء الله. اقتراب عدة منخفضات أطلسية نحو المملكة إن شاء الله. نسأل الله التبات لهذه الخيرات مع احتمالية دخول اضطرابات جوية يوم الاثنين إن شاء الله، خصوصا على المناطق الشمالية للمملكة على طنجة وتطوان والرباط وكذلك سيدي سليمان. تساقطات مطرية سوف تشهدها المملكة ودخول منخفض جوي أطلسي ابتداء من يوم الثلاثاء على عدة مناطق من المملكة، على كيكو، خنيفرة، بني ملال، ميدل، تفاس، ووطة الحاج، وسطات، وتشينغير، وتباينش. اضطرابات جوية عاصفية محلية قوية على شيشاوة، الصويرة، أسف، مراكش، بنقرير، وأكادير، وشيشاوة، إمتانوت، عدة، وسيدي بوعثمان، قلعة سراغنا، غدير بوعشيبة، وأسفي. مع مرور الساعات سوف تصبح هذه الأمطار قوية محليا على سوس، على قلميم، تيزنيت، وتارودانت، وأكادير، وشيشاوة، وكذلك مراكش، بنقرير، أسفي، ومرتفعات الريف. تساقطات مطرية جد معتبرة ورعدية غزيرة محليا على سكورة منداز وإفران ووطات الحاج. أمطار غزيرة على الساغر سيدي بوعثمان أكادير بوعشيبة وسوس وترودانج. أمطار جد عاصفية على ترودانج والمناطق المجاورة وقلميم وتيزنيت وطاطا إن شاء الله.